بالنسبه للشعور ديالي وانا كنادي الصوت ديالي، بعدا كنعتبر هذا واجب وطني. خص الله يخليكم حتى شي واحد ما يجلس، خص كلشي يصوت بوغ شوازيغ، ماشي غدا وبعد غدا طلع شي حاجه ونقولوا يا ريت كم صاب وعلاش، حيت حتى حنا كنتحملوا مسؤوليه. وفرانشمون انا فرحانه باسكو جو غادي نقدر نختار داكشي اللي بغيت ونختاروا المستقبل ديال المغرب اللي بيان سور حنا ما كنتمناو غير نشوفوه مزيان، لم لو كوتي ديال الصحه ولا التعليم ديال الدراري ولا الامن ولا كل شيء. وبهذه المناسبه تنقول كاع لي كونسيتوايان كاع المواطنين والمواطنات الله يخليكم غير اجيو. الله يجازيكم بخير، اللي ينجح يدير الخير في المساكين، يدير الخير اليتامى، يدير الخير للهجالات، كاينين مساكن اللي ما عندهم صحه. جيت الصوت الحمد لله عطيت الصوت ديالي ومن حقي كمواطن انني عطيت الصوت ديالي، وكنتمنى من هاد الناس اللي عطيتهم انا الصوت ديالي يزيدوا بنا القدام. انا بدا كشابه كنتمنى شي اللي زعما اللي قالنا هذا الرئيس يدير به، وان شاء الله نتمنوا الخير والبلاد تزيد القدام، حيت صراحه حنا كشباب ضايعين وهذا كان وعدنا بزاف الحوايج نتمنى يدير بهم. السلام عليكم، انا كمواطن مغربي جاي ندلي بالصوت ديالي وندير الواجب الوطني ديالي الانتخابي باش ان شاء الله تزيد لهاد البلاد القدام، وان شاء الله تنتمناو ان اللي ننتخبوهم يكونوا قد المسؤوليه ويعملوا بجد لصالح هاد الوطن. الحمد لله هادشي الانتخابات داز بخير وعلى خير، والحمد لله ما كاين حتى شي مشكل، الحمد لله كاين رجال امن كاين، والحمد لله ما كاين حتى شي حاجه، وكل واحد تخب على من اللي بغى. وهاد الناس اللي صوتنا اليوم خاص هاد الناس حنا صوتنا درنا اللازم ديالنا، خاص هاد الناس هما لا نجحوا يديروا اللازم ديالهم. انا ريم بلوط طالبه، واليوم جيت صوت اول مره على ود وصلني للسن القانوني باش نقدر نصوت. التجربه كانت مزيانه، ما خدات لي حتى جوج دقائق باش نصوت، دخلت الليسي دغيا ما كاينش تاخير في التصويت. وفرينا وسائل الحمايه مع الجائحه، ما كاين تباعد، كاين كما كلشي داير الكمامات وكاين تعقيم، وكانت اون جينيرال تجربه زوينه حيت هذا حق. وجيت نصوت مع الصباح، جيت فقت جيت نيشان صوت، كنتظر بزاف د الحوايج خصوصا في مجال التعليم والصحه والمساواه ما بين المراه والرجل، وشحال من حاجه اللي كنتمنى انه رئيس الحكومه الجديد يقدر يلبينا جميع الطلبات اللي بغينا سورتو حنايا طلبه. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.